مشى كتمت ويخاطب الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان فيقول أما من أنت يا ربي بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيقول مغفرتي التي قد أوصلتك إلى المحل الداني وردن بدا فيك ما شكوك يعني هدانا كوع في المياد ما شان إمان الله يدبع إلهي سبحانه وتعالى وجهي صوت أردت مركب وحكا راح أبدا مجرى وتوري ابن الغيم أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخضابه في جنة الحيوان وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران أعلى النعيم نعمة أغسى الريضة إيه جنة تعالى نعيم رؤية وجهه إلهي وجهي صوت أردت وخضابه في جنة الحيوان ماشي لقولنا لنا يا إلهي إنه كقول هذا له وأشد شيء في العذاب وح أقدر أنا عذاب متك أقول حجابه إلهي الله قاقري يوي سبحانه عن ساكن النيران دتك أهل النار كإلهي الله قاقري دوانا وح الله دي إلهي الله قاقري وجه إلهي إنه تسد إذا كورم لقول هذا ما استهيش إلهي لا أردت عيادا بالله إله وذا كام جنقل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجيال بائفية وجيال بادلالية طلعوا محيلة دلالية إلهي بأرقيا سبحانه جل وعلا رب العالمين بيداوريا أهل جنوه مركا إلهي أركان نعمة أي كجرين ودن بي إلا بيان مركاسي ولي بديدة يعني جنة دي كلها بتان مرمي لي جنة إلى وضاك داورينا كورم إله بأن ذكو بيرس مركاسا وحاو إلهي سبحانه وتعالى رالقلين يا أهل اللي الله بتان هاد بسيط اللوك لو في عنايبة إلهي اللوك الأرك رقع جمعة كجمعة إلهي أرك دون رقنا مالين والبيت تقي دون رقبا لبدا قلين تقي دون مالين تا إلهي للاكل ميو فردق إلهي سبحانه وتعالى للدياريه يلا الغفريسان دون نبي قوحوري وحال لوكوك لدوان دون إلهي خطيبك خطبة سيد لوكوك لدواجر نمبر نيكو خطيبك أغد دواجري إيه صفك هراء أغل جري أدوية دي مركو جوغي بإلهي أغد دوان مالك مساجد المركز صوغة شجمع هذا ذات ماشاء أضم بيدا فريزين جرتي بري إلهي مركز لا كل ما أنا ماشاء أضم بيدا تجد أن تأجو هذا لكن أديك يا خطيب كعيد إذين دحسن جرين أديك إلهي نعيد إذين ما دحسن ضنت الله ينوافجي إخواني.